بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنكون معادنا مع الجزء الثاني من الخريطة الذهنية، والنهاردة هو الجزء التطبيقي. هنشوف إزاي نستخدم واحد من البرامج الموجودة، السوفت وير الفري تماما، مش هيحتاج منك أي فلوس أو حاجة، وهنشوف إزاي نستخدمه ونعمل الاستادي سيستم اللي إحنا شرحناه في الجزء اللي فات من الخريطة الذهنية، بعد ما فهمنا إزاي الخريطة الذهنية ممكن تفيدنا وتساعدنا في إن إحنا نذاكر أفضل ونلخص بيها نعمل بيها ملخصات للدروس بتاعتنا، نكتب بيها نوتس، ممكن نعمل بيها حاجات كتير قوي. طيب البرنامج اللي معانا احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، قولنا اسمه، هو اسمه وايز مابينج، وده الانترفيس، الصفحه الرئيسيه بتاعته، بتعمل ريجستر معاه او جوين ناو، وبعدين بتعمل ساين ان، بيطلب بس منك الايميل وبتختار باسورد ليك. بعد ما بتعمل ساين ان بيوديك على المكان المفروض ان انت ده بالنسبه لك يبقى جزء فاضي خالص، ما فيش فيه اي حاجه، لان انت لسه ما عملتش اي كرييت لاي مايند ماب بالنسبه لك. فانا هفترض ان انا هعمل يعني معاك السيستم بتاعنا اللي هو الاستادي الاس او اس اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الاستادي والاون هاند والريفيو. هيجي لك الصفحه ديت موجود فيها المابس بتاعتك، لكن احنا لسه مفترضين احنا بنبدا خالص من البدايه. فهنعمل اول ماب بتاعتها هنسميها ماي ستادي سيستم، او عايز تكتبها بالعربي اتس اوكي، تمام. الديسكريبشن بتاعها هيكون نفس الموضوع، تمام. ده الكرييت بيبدأ يحط في النص الاسم بتاعك، بتاع الخريطة اللي انت اخترتها او الماب اللي انت اخترتها، ماي ستادي سيستم. عايز افكركم ان الماي ستادي سيستم كنا قلنا ان هو حاجه زي الاس او اس اللي هو الاستادي والاون هاند والريفيو، عشان نبدا نحاول ننقل من الاستادي للاون هاند، وبعد ما نخلص نحطها في الريفيو ونبدا بالريفيو هكذا. طيب تعالى نعمل الكلام دوت في عملي. احنا محتاجين ثلاثه سب، يعني ثلاثه مين كاتيجوري، الاستادي نفسه اللي بنسميه الاستادي، نسميه استادي بول، او يعني المكان كده عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم شويه. والجزء الثاني اللي هو بنسميه الاستادي الاون هاند اس او اس، وده الجزء اللي احنا بنكون بنذاكره كل يوم، هتبقى جايه تحتها كده هنا اهو. والاستادي ريفيو تمام. واحنا شرحنا ليه موضوع الريفيو، لان الحياه الريفيو هو اللي هيقدر، وتكرار الريفيو هو اللي هيقدر يخلي المعلومات يعني تكون موجوده باعلى نسبه نقدر نسترجعها بيها. طيب احنا قلنا ان احنا هنعمل حاجه ديت يعني شبه اشاره المرور شويه كده، وده ليه سبب واحنا شرحناه المره اللي فاتت، ولكن احنا محتاجين شكل، وليكن مثلا شكل كده. والاول الجزء اللي فوق ده هنا تقدر تغيره، وانت تغير الخلفيه بتاعته، احنا محتاجين لون زي الاحمر كده، وتكون الكتابه باللون الاسود. خلي بالك انا يعني كل الاكشنز اللي انا عملها بمنتهى السهوله، ممكن طيب انا محتاجه يكون اكبر شويه، يعني محتاج التكست سايز يكبر شويه، لان دي حاجات اللي هي المين. نفس الكلام الحته السنترال دي انا محتاج انها تكون لارج عشان تبقى واضحه بالنسبه لنا. وبعدين اكيد هنبدا نصغر شويه من الموضوع الرئيسي للموضوع الفرعي، هنبدا نصغر شويه. طيب الاون هاند محتاجه تبقى اللون اللي هو اللون اشاره المرور اللي في النص، اللي هي اللون الاصفر مثلا، فاحنا ممكن نختار لون اصفر زي كده، او ممكن يعني نخليه اصفر بزياده شويه او برتقاني مثلا، والكتابه تكون باللون الاسود تمام. والستاد ريفيو اللي هو التارجت بتاعنا، اللي هو هيكون واخد لون اخضر زي ما احنا اتفقنا، اشاره المرور بالظبط كده، ممكن يكون اخضر كده يكون ظريف، وبعدين نختار له برضو الكتاب الاسود تمام. اوكي طيب يبقى ده السيستم، الاستادي بول والاون هاند، وده الاستادي ريفيو. طيب الاستادي بول المفروض هنا تكون في الشجره او مجموعه المواد كلها اللي انا بذاكرها، وليكن انا بس هاخد للتبسيط هاخد ثلاث حاجات، وليكن هو الماث تمام، و سوري بدوس على التاب او بعمل انسرت، يعني لما تدوس على التاب بيعمل سب توبيك اللي هو يعني يعتبر موضوع متفرع منه اللي هو الماث، والموضوع التاني ولكن هو الساينس، والموضوع التالت وليكن هو مثلا فيزيكس. ممكن تعملها باللغة العربية او زي ما انت شايف يعني،
وممكن تدي كل واحد فيهم يكون فيه لون على حسب تعودك عليه، وده ينصح بيه برضه ان انت كل مادة تقريبا بتكون مرتبطة معاك بلون معين في ذهنك، وليكن انا مثلا اختار لون زي ده، وناخد الساينس لون مختلف وليكن هيكون مثلا لون كده، وناخد الفيزيكس بلون بعيد عنهم شوية وليكن مثلا ناحية الأزرق. تمام، خلاص دول الثلاث ألوان اللي أنا اخترتهم للثلاث مواد، وبالتالي يعني أنا محتاج يكونوا دول هم الأساسيين بتاع، يعني لما بعمل كنترول بعمل عليهم سيلكت بيسلكت كلهم معايا، وأقدر أغير مرة واحدة اللون بتاع التكست بتاعهم، أو أخليهم مثلا إيه بدل ما يكونوا هيوج هيبقوا كده أصغر شوية، ونفس الكلام بالنسبة لي دوت ممكن برضه اصغره شويه. تمام، طيب اكيد تحت كل واحد من دول ليه ليسونز او ليه يونتس، فانا هفترض مثلا ان انا للسهوله هاخد ليسون 1. تمام، لما بتعمل انتر وانتر بيبدا يضيف لك السكند سب توبيك بتاعك ليسون 2. ليسون 3 وهكذا، ممكن مثلا نضيف كمان ليسون 4. هي اوكي كويس. الحقيقه انا هخلي دول عشان استخدمهم ككي، يعني في بقيه الحاجات مش هديهم لون محدد، ولكن انت لما بتعمل السيستم بتاعك المفروض تديهم لون الى حد ما. انا هخلي لونهم ابيض، نفس الكلام بالنسبه لدي هديها برده لون ابيض. كويس اوي. طيب هفترض الكلام ده يعني الليسون 1 و2 و3 و4 موجودين في الساينس والفيزيكس وهكذا، فانا هاخد من دول كده كوبي. تمام، وبعدين اعمل لهم اتشن، لما بتقربها بيفهم ان انت عايز تقرب او يعني تربط الساينس بالليسون 1. سوري الليسون جين. تمام، هو نفس الكلام لو خدت ده كده قربته من البوكس ده بيفهم ان هو يعني انك محتاج تربطه هنا، نفس الكلام ده في الاخر، نفس الكلام لما بتقربه من البوكس التاني بيفهم ان انت لازم تكون دي مرتبطه، ونفس الكلام بالنسبه للفيزيكس. طيب لو دوسنا هنا كده ده بي بي بيعمل يعني زي فرق الاكسباند، ان هو بيبدا يضم المواضيع التانيه، ونفس الكلام يضم ديت كده. كويس، طيب تعال نطبق بالنسبه لي. طيب دي الحاجات اللي معانا. الفكره ببساطه ايه؟ انا عايز انقل مع الوقت كل الحاجات اللي موجوده هنا في الاستادي بول، ان انا ابدا اذاكرها وبعدين ابدا اراجعها، وبعدين لما ارجع تاني اذاكر الماس الليسون رقم 2 عايز اراجع الليسون رقم 1 اللي انا خدته عشان ابدا بليسون 2 وهكذا، وبالتالي استفيد من الكونسيبت بتاع السبيس ريبيتيشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. تكرار المراجعه بيرفع نسبه التركيز بتاعتنا وبيرفع نسبه بقاء المعلومه في ذهننا، وده الشكل اللي هو بيشتغل بيه المخ بناء على النظريه العلميه اللي احنا شرحناها في الجزء دوت. طيب يبقى انا النهارده لو حسب البلان بتاعي ممكن يكون ان انا النهارده عندي اول درس في الماس. طيب لو جيت نقلت هنا كده اول ليسون ده، انت مش عارف الليسون واحد ده تبع ايه، تبع هل تبع الماس هل تبع الساينس هل تبع الفيزيكس. كويس، فده يعني خليك تتنبأ ان اكيد كان لازم يكون الكاتيجوريز دول اللي هو الماس والساينس والفيزيكس موجودين هنا عشان ابدا انقل عليهم الحاجات. كويس، للسهوله هعمل كنترول وامسك الثلاثه دول كده اعمل عليهم كليك، هعمل لهم كوبي. تمام، واعمل هنا كنترول في، وبالتالي هعمل الماس هنا موجود هنا، ونفس الكلام على الساينس، ونفس الكلام على لو جيت قربتها كده من البوكس ده ولتحت شويه يفهم انها اخر واحده في الترتيب وهكذا. لو عملت كنترول في تاني، تمام، او يعني نعمل لهم كمان سيلكت كنترول سي كنترول في، هبدا اخد الماس واقربه هنا يبقى موجود معايا في الريفيو، وهبدا اخد الساينس موجود تحت هنا، والفيزيكس نفس الكلام اخر واحده موجوده تحت. كويس قوي، المفروض ان انا لسه يعني 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 بشيل بس ليسون 1 2 و3 و4 ونفس الكلام دول هشيلهم. حلو، النهارده كان البرنامج ده شكل يعني دامي كده، ان انا مثلا اخد ليسون 1 في الماس هو موجود معايا هنا، خلاص يبقى ده البلان بتاعي النهارده. قعدت ذاكرته بالطريقه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت البرومودورو او بومودورو تكنيك، اللي هي الفتره وبعدين اخد راحه وفتره فتره وهكذا. بعد ما خلصت نقلت ليسون واحد دوت، بعد ما خلصته اتنقل هنا من الكاتيجوري بتاعت الاون هاند بقى في الريفيو. طيب بكره كمان عندي ليسون، فانا نقلت كمان الجزء بتاع ليسون 2 خلاص معايا اون هاند ذاكرته خلصت، يجي هنا معايا في الماس. اكيد لو تقولي طب فين المراجعه هنا،
قبل ما ده اصلا يتنقل من فوق النهارده. يعني النهارده لو انا ده التارجت عندي في البلان اللي احنا هنشوفه ان انا عندي ليسن 2، اكيد قبل ما ابدا هشتغل بنفس الترتيب بتاع اشاره المرور. يعني اشاره المرور بتشتغل بالاحمر البرتقاني وبعدين الاخضر، لما تبدا بتبدا عمليه عكسيه، بتبدا كانك بادئ من الاخضر وبعدين احمر وبعدين برتقاني وبعدين اخضر تاني. يعني النهارده لو عندي في الماس ليسون 2، راجع بسرعه ليسون 1 من الخريطه الذهنيه اللي انت عملتها له نفس السيستم ده او من اي ملخص تاني انت عملته بشكل نوتس، ابدا على طول انقل ليسون 2 هنا يبقى معاك في الاون هاند، وهكذا لما تخلصه انقله للجزء بتاع الاستاد ريفيو. بعدها بيوم او يومين او ايا كان الوقت، جه الوقت بتاع ليسون 3، قبل ما ابدا ليسون 3 بسرعه راجع ليسون 1 و2 وبعدين اخد ليسون 3. يبقى قبل ما انقل ده الاون هاند اعمل مراجعه سريعه على دول وبعدين ابدا اسحب الجزء ده. مع الوقت هتلاحظ ايه بقى؟ انك انت عمال تنقل الحاجات من الاستادي بول عموما للريفيو. يبقى في نهايه الترم او في نهايه الفتره اللي انت المفروض تذاكر فيها، هتلاحظ ان انت ما عندكش حاجات هنا محتاج تذاكرها، كلها اتنقلت للمراجعات، وبالتالي انت كل اللي انت بتعمله الفتره اللي قبل الامتحانات ان انت عمال تراجع، وده بيسهل جدا عليك الحمل ويخلي دايما تركيزك عالي جدا ويفرغك ان انت تحل امتحانات وتحل اكسرسايزز وتقدر ان انت تعمل يعني ان شاء الله بروجرس احسن من كل فتره انت تايه فيها مش عارف فين الاجزاء اللي خلصتها، هل ذاكرت ده ولا لا، عملت له ملخص ولا لا وكده. البرنامج هنا زي ما انت شفت سهل جدا، تقدر تعمل له سيف وتقدر بعد كده تعمل له برنت وتغير كل الحاجات، ممكن تضيف ايقونات تفكرك بالحاجات، تحط علامات ظريفه زي كده مثلا، وتقدر يعني تعمل كمان تضيف نوتس لو انت عايز تضيف نوتس. يعني مثلا لو في الليسون 1 ده في نوتس مهمه، ممكن اجي هنا اقول له اضيف نوت مثلا ان انا جيت مثلا ذا ريفيو او كل شخص معين، او هات مثلا حل الامتحان الفلاني او اعمل الهوم ورك الفلاني ايا كان، فانت بتعمل له اكسبت مثلا كده، وبالتالي النوت بتتخزن معاك هنا، بتقدر اول ما بتعمل بالماوس عليها بتقدر تشوفها. في نفس الوقت افترض ان الماب ديت او الملخص بتاع الحاجه اللي انا بعملها عايز اشيرها، يعني اعملها شير مع حد تاني من الناس اللي معايا في المشروع او الناس اللي معايا في الكلاس او ايا كان من زمايلي، اقدر اعمل لها شير. لما بتعمل هنا شير بيبدأ يسألك حط الايميل بتاع الناس اللي انت عايز تشير معاهم الماب ديت او المايند ماب دي، وبتحدد الليفل بتاع الاوتوريتي بتاعهم، يعني هل هم يقدروا يعملوا ايديت، هل يقدروا يعملوا بس ريفيو، يعني ممكن يشوفوها. يعني ممكن انا اشير معاك السيستم بتاعي ده لكن عايزك بس تشوفه كموديل بالنسبه لك، لكن مش عايزك تغير فيه حاجه. لكن لو انا وانت شغالين على نفس الماب وده مشروع واحنا شغالين عليه مثلا بنعمل ملخص سوا لدرس كبير مثلا كل واحد واخد جزء، فممكن اسمح لك ان انت تعمل ايديت او ان انا اسمح لك بس ان انت تعمل فيو حسب ما انا عايز. وبتعمل اكسبت، التاني بيوصله ايميل بيقول له ان فلان شاير معاك الماب ديت، لو سمحت افتحها وشوف الموضوع، وبالتالي هتقدر انت وانت في مكانك وهو في مكانه تتبادلوا المعلومات او تشتركوا مع بعض في المشروع دوت. اتمنى يكون الشرح المبسط دوت ساعدكم، ويا رب ان شاء الله تطبقوا السيستم دوت، سيستم سهل وبسيط بيفكرك دايما بان انت عندك 3 خطوات محتاج تتحرك فيهم ما بين الستادي بول، تحركها للاون هاند وبالتالي تعملها مراجعه وتكمل بالسايكل ديت في كل مره تبدا فيها مذاكره. متشكر جدا ليكم، وارجو يعني يسامحونا الاطاله، وان شاء الله نكمل بقيه الاجزاء بتاعت ازاي تذاكر. شكرا، سلام عليكم.